عندنا قصة مثيرة أو غريبة أو يعني بلا توصيف الحقيقة. يمكن من فترة كان معانا اتصال هاتفي مع نجمتنا الكبيرة الفنانة مشيرة اسماعيل، وكان عندها مشكلة ان هي العمارة اللي هي ساكنة فيها طول عمرها في مصر الجديدة كان حصل فيها مشكلة. النهاردة يعني المشكلة بتكبر، فأكيد فكرة ان انا التغيرات اللي بتحصل بشكل مفاجئ في البيوت اللي احنا بنسكن فيها على انها عمارة سكنية، ثم نتفاجئ بتحويل الشقة الى عيادة بيطرية او تحويلها الى عمل تجاري، ده اكيد بيعمل هالة من الهلع وعلامات الاستفهام. ومثل الخيرات عليكي فنانتنا الجميلة أستاذة مشيرة، بنمس عليكي واحكي لنا بقى ايه الجديد عند حضرتك. اهلا اهلا استاذ سهير، ازيك يا حبيبتي؟ ايه القمر والشياكه دي والجمال ده؟ ده بعد ما عندكم ربنا يخليك كلك ذوق. بصي يا ست الكل، موضوع العياده البيطريه لسه اليافطه موجوده على الشباك والنمر التليفون، ومكتوب الهوسبيتال انيمال هوسبيتال مش عارفه ايه، يعني كل ده موجود. وحتى هو كان جايب اقفاص فندقه حطيتها في البلكونة الورانية، فلما جت لجنة ما شافوهاش، يعني كان عايز يعمل بدروم فندقة للحيوانات. دي القصة الأولانية. دي القصة الأولانية اللي احنا اتكلمنا فيها من فترة. بالظبط. اللي قدامه بقى هما الاتنين، المهندس صاحب الشقة دي وصاحب الشقة دي، اتنين شركة. فالشقة اللي قدامه بيعملوا برضو مشاريع ومش عارفة ايه، وقفلت لهم مشاريع كتيرة، وعمل شباك الواجهة العمارة عامله باب، وقبل كده كان عامله سايبر. وانا جيت مرة من التصوير متأخر، لقيت قاعد على عربيتي الشيروكي وبوزها طويل كده، فقعد ثلاثة من ملاك السايبر يشربوا خمرة وقاعدين على وش العربية. فقلت لهم ما انتوا عايزين بطانية بقى عشان تبقوا مبسوطين اكتر، يعني ما يعني كل شوية تتعمل مشروع ونقفله وتتعمل مشروع ونقفله. دلوقتي بقى في مشروع تاني هيتعمل، صالة مزادات في الشقة المقابلة للحيادة البيطرية أو معرض موبيليا معرفش يعني. وهو حضرته مقدم على للحي، فمدينه موافقة لقانون التصالح. أنا مش عارفة هل قانون التصالح يسمح بكده ولا إيه، رأيك بعد الاطلاع على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون كذا 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 واللائحة التنفيذية والقوانين المنظمة للبناء وحاجات، تقرر قبول التصالح على مخالفات البناء وتغيير الاستخدام وبياناتها كالآتي: تعديل معماري وإنشائي زائد تغيير استخدام الدور الأرضي من سكني إلى تجاري. يعني احنا ما نعرفش لو ده قانون ولا دي ثغرات في القانون ولا ايه، بس اللي احنا عارفينه ان وزارة الاسكان كانت مطلعة قرار بيقول ان ده ما ينفعش، يعني ان فكرة ان من السكني لان المواطن بيعمل وحدته من سكني اداري، من سكني لاداري او تجاري، ما ينفعش الا بموافقه السكان. يعني لازم في مجموعه من الاجراءات لازم تنفذها، منها موافقه السكان على كده او الجيران على كده. فهل ده حصل؟ يعني هل هو لا يعني ما حدش خد موافقه سكان. انا شخصيا انا واختيني ملاك في العمارة يعني ثلاث شقق، وليا صديقة تحت في الدور الثاني ادي اربع شقق، واللي قدام اختي ادي خمس شقق. محدش خد رأينا في حاجة، وكل اللي ساكن في العمارة حوالي ستة او سبع شقق، وفي حاجات فاضية مقفولة يعني. فانا مش عارفة يعني هل مسموح بتحويل بعد الواحد، مثلا انا شخصيا بقالي حوالي 42 سنة في العمارة ومشترية فيها على إنها عمارة سكنية، والشارع كله سكني ما فيهوش ولا حاجة معمولة في الأرض دي تجاري ولا محل ولا أي حاجة. بره الشارع بتاعنا خالص في سوبر ماركت مشهور ومش عارفة إيه، بس بعيد عننا، نمشي له مدة يعني.
فمعرفش يعني هل ده مسموح في التصالح ان احنا ساكنين في العماره وفجاه تتحول الدور الارضي كله تجاري وحيوانات وكلاب قاعده على السلالم طبعا احنا لا قصه مستشفى ومستشفى كلاب جوه عماره سكنيه اكيد ده اكيد ما فيش قانون هيقبله، لكن يعني لو حضرتك قلت لنا انت حضرتك معترضه على المبدا ولا يعني انتوا كسكان ولا في ضرر هيقع عليكم؟ لا طبعا احنا هو اصلا عمل الشباك باب من واجهه العماره، ده اصلا يعني ده اصلا مش مطلوب، يعني هو بيقولوا له نوافق على تعديل معماري وانشائي، يعني ممكن يكسر الشقه ويعملها باب باين داير، يعني ما مش عارفه يعني طب احنا ساكنين في عماره سكنيه كلها يعني ليه كده؟ هل حضرتك كل اللي في العماره معترضين مش حضرتك فقط؟ اجزاء ما انا ما اعرفش كل اللي في العماره، بس احنا تقريبا يعني نص العماره معترضين على كده، يعني مش هقول لك انا ما تواصلتش مع كل العماره، انما انا شخصيا مسؤوله عن ثلاث شقق والرابعه اللي تحت واللي قدام اختي بخمسه، واللي ساكن كله سبع شقق او حاجه زي كده. طب يعني فاضل شقتين، ليه ما بتتواصلوش وتعملوا حاجه جماعيه؟ يعني هو المبدا اصلا، هو المبدا اصلا احنا معاكي طبعا في يسمح بكده، هل قانون التصالح يسمح بان متحول من سكن لتجاري؟ يعني فين حق السكان؟ فين حق قانون الانسان؟ فين يعني حقوق الانسان؟ فين حق السكان؟ فين يجي واحد يعمل لي تجاري في الدور الارضي كله وانا ساكنه اصلا في عماره سكنيه والشارع كله هادي وساكت وما فيهوش اي حاجات من دي خالص؟ فين فين حقوق الانسان؟ فين حقوق السكان؟ هل قانون التصالح يسمح بكده بالتجاوز كل دوت وزيحه جنب كله ويعمل تجاري؟ على كل حال يعني احنا بننقل مع حضرتك نفس الاسئله دي لانها اسئله مشروعه الى يعني احنا ما نعرفش برضو الجهات المسؤولة، لكن اعتقد ان المحافظة، ان الحي، هل الوزارة داخلة، هل مين اللي بيحدد، مين اللي بيقرر، لكن دي اسئلة مشروعة واحنا في انتظار ايجاد اجوبة على هذه الاسئلة. يا استاذ سهير لو اقول لحضرتك مين اللي ماضي على موافقة التصالح بهذا الشكل، ما ممكن يكون فيها اي معمل وانشائي، يعني دي كارثة. ايوه انت ما تاكدتيش ان دي حاجات حقيقيه ولا دي حاجات ممكن تكون حضرتك اسمعي، بصي مدير التنظيف ماضي، طيب ايوه ما مدير الاداره الهندسيه، رئيس الجهه الاداريه، رئيس حي مصر الجديده، مديرة الامانه الفنيه، مدير الاسكان، طيب يعني كل على كل على كل حال حضرتك قلتي المشكله والاسئله واحنا متضامنين معاكي في كل هذه الاسئله، هذه الاسئله محتاجه اجوبه، يمكن نلاقيها مثلا في مجلس الوزراء لو انت عندك حاجات متاكده ان دي ممكن يكون يعني معرفش هل دي ممكن تكون حاجات حقيقيه ولا مش حقيقيه، لكن خلينا نتابع مع حضرتك القصه دي وان شاء الله يبقى في الاتجاه الانساني للقصه. يا رب ان شاء الله يحصل ده، يعني يرعونا، يرعوا السكان وحق السكان، والا بعد كده مش هيبقى في عماره سكنيه خالص، هيبقى كله بيحول تجاري ويعمل اللي هو عايزه. لا اكيد ان شاء الله في ضوابط، اكيد ما فيش حاجه كده، في ضوابط وفي قوانين. بنتمنى لحضرتك كل الخير، بنشكر حضرتك جدا وهنتابع مع حضرتك، وبنشكر كل متابعينا.